التعقيم قرار بنتيجة مناقشة الطالبة كريم فضيل في موضوع الخطاب الروائي عند أحمد توفيق. بعد إجراء المناقشة من الساعة 9 صباحا إلى 1 زوال يوم الثلاثاء 29 شعبان 1434 الموافق ل 9 يوليو 2013 بقاعة نداء السلام بمقر الكلية وبعد المداولة فائدة، اللجنة المكونة من السادة الأساتذة الدكتور بن يونس القدور رئيسا كلية آداب وجدة، الدكتور حسن بوشني عضو كلية آداب وجدة، الدكتور يحيى عمار عضو كلية متعددة التخصصات الناظور، الدكتور عبد الرحمن بوعلي مقررا كلية آداب وجدة، قررت منح الطالب عبد الكريم فضيل الدكتوراه في الأدب شعبة اللغة العربية وآدابها وحدة التكوين والبحث الأدب المغاربي الحديث والمعاصر بتقدير مشرف جدا مع تمويلات اللجنة وبه الإعلام. Thank you.